لا أفهم. هذه 25 أكتوبر ثورة الأحرار، ثورة الرجال اللي تقلع الفاسدين. هذه أول بذرة انتجت هذه الثورة، وهي قلع الفاسد محمود ملا طلال. هذا الرجل كان فاسدا قبل ولا يكون له راد، لكن الشعب بقوته وبهمته وبوجوده بساحة التحرير قد نبع لنا وقتل هذا العنصر الذي يدعى محمود ملا طلال. هذا أحد الفاسدين، يعني سقط بيد الدولة. هذا أول فاسد، والفاسدين بالتوالي. هذا الفاسد سرق سرقات كثيرة وألقي القبض عليه، ويجب محاكمته وإعادة الأموال المسروقة. محمود ملا طلال أول فاسد احتقل من هاي الحكومة الفاسدة. الشعب ثائر في مكانه وواصل بشكل مثبت، دام في ساحة التحرير وفي شارع جسر الجمهورية والسنك للقضاء على الفاسدين.